بسم الله الرحمن الرحيم. أهالي بلدي الأعزاء جميعا، نودع بعد يومين شهر رمضان المبارك، أعاذ الله عليكم جميعا بالسنة القادمة وأنتم في تمام الصحة والسعادة، ونستقبل عيد الفطر السعيد. بمناسبة عيد الفطر السعيد أتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات لأهالي بلدي الحبيبة دير الأسد ولجميع المحتفلين بعيد الفطر السعيد. أعاد الله على الجميع بالصحة والسعادة. الأعزاء، كل يعرف أن السلطة المحلية وأهالي بلد دير الأسد تعاني شهرين من وباء الكورونا، وصلت الإصابات إلى 155 إصابة، ولكن بحمد الله تعالى والشكر لله وتعاون أهالي بلد الأعزاء جميعا وإدارتنا الحكيمة وإصرارنا كإدارة وعزمنا على القضاء على وباء الكورونا، استطعنا أن نتغلب على هذا الوباء. وبرجع أكرر، بالإضافة للمجهود اللي بذلته السلطة المحلية، كان دور كبير للتعاون، تعاون الأهالي وتنفيذ لتعليمات السلطة المحلية ووزارة الصحة ووقوف الجهات المختصة، كل من ساعد ووقف إلى جانب المجلس من لجان طوارئ، لجنة محلية أو لجنة مركزية من أبناء البلد، أطباء وممرضين وغيرهم، كل وقفوا إلى جانبنا، جميع المتطوعين لهم الشكر جميعا. ووصلنا لوضع اليوم انه 140 شخص اتعافى من هذا الوباء، وبقي الحمد لله على سلامة الجميع، وبقي 15 شخص اتأمل لهم الشفاء العاجل، وانا متأكد انه خلال الايام القريبة ان شاء الله يتم تعافي 15 مصاب، زي ما التزمنا من قبل شهر وشهر ونص، وتعديتنا عبر وسائل الاعلام قلنا لحد عيد الفطر رايحين يكون الوباء هذا من ورانا. والحمد لله نجحنا كاهالي بلد وكسلطه محليه بالتعاون مع كل المساعدات الخارجيه انه نحقق الهدف تبعنا، وانه نعيد عيد الفطر السعيد بعيدين عن هذا الوباء. ولكن اللي بدي اقوله بالنسبه لهذا الموضوع، تكهنات كثير وكل واحد يحكي شيء عن الوباء هذا، ولكن برايي انا فيش اشياء اصليه، ولكن الحظر واجب. بناشد الاهالي عشان ما تتكرر هاي الامور، الالتزام بتعليمات وتنفيذ تعليمات وزاره الصحه وتعليمات السلطة المحلية، وإحنا إذا جد أي شيء دائماً على تواصل بكل الوسائل مع أهالي بلدنا المحترمين. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء، وعلى الرغم إنه كان في عنا وفيات في هذا الشهر، الشيخ أبو كمال أحمد نعمة اللي توفى بسبب الكورونا رحمة الله عليه، وفيها كمان كم شخص اللي توفوا بالشهر الاخير عليهم رحمه جميعا، اللي هن الحاج محمد قاسم المستر وابو احمد محمد القاسم والحاج محمد العكاوي وام محمد ابتسام وفي الدباع، رحمهم الله جميعا ورحم كل انسان توفى في هذه الفتره. الرحمه على امواتنا وامواتكم وجميع اموات المسلمين. الأهل الأعزاء،
كالعادة كل سنة نقوم بمسيرة في البلد بمناسبة العيد، وبسبب الظروف الحالية قررنا أن تكون مسيرة لهذا العيد أيضا، ولكن المسيرة لهذا العيد، عيد الفطر السعيد في هذه السنة، هي حسب تعليمات وزارة الصحة، يعني ما يقارب 50 شخص، اللي هن فرقة كشفية، إدارة السلطة المحلية، وموظفين المجلس، والمتطوعين، وبرامج أخرى مثل يوم الجمعة وغيره. فإحنا بنقوم بدورنا وبنقوم بواجبنا اتجاه أهل البلد، ولكن نطلب من أهل البلد كل واحد الكبار والصغار بيقدر ينتظر المسيرة باب البيت بدون تجمعات بدون تجمهر، وإحنا بنعايد على الأول والآخر بتمر المسيرة، والمسيرة بتستمر بس في العدد عموجب توصيات لجنة وزارة الصحة. من هذا المنطلق برجع وبكرر إنه أولاً إحنا نفذنا كسلطة محلية أو بدنا ننفذ تعليمات وزارة الصحة وتعليمات السلطة المحلية اللي هو العدد محدود. نطلب منكم أهل البلد وخاصة في فترة عيد الفطر السعيد عدم التجمهر، وخاصة في المناسبات وخاصة اجتماعات. كل ما بعرف انه في مقبلين على موسم افراح ممكن تكون اعراس في المستقبل، نفذوا تعليمات وزارة الصحة في هاي الامور كلها، في المناسبات السعيدة والمناسبات غير السعيدة ان شاء الله ما بتشوفوا اي مكروه. بتمناكم الصحة والسعادة للجميع، وبتأمل انه هذا الورق من ورانا، ولكن احنا بتفاؤل دائما تفاؤل حذر. بطلب منكم بكرر كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة الالتزامات بتعليمات السلطة المحلية تعليمات وزارة الصحة. وبشكر كل إنسان وقف لجنب السلطة المحلية سواء من أهل البلد أو من رجال الأعمال أو من المتبرعين أو من الجهات الرسمية أو من صندوق المرضى. إحنا رايحين نعمل احتفال لما تسمح الظروف للمصابين اللي أصيبوا بمرض الكورونا، ورايحين ندعى عليه كل انسان وقف لجانب السلطه المحليه ولجانب اهل دير الاسد، ونكرم الذين اصيبوا بالكورونا، ونكرم كمان كل انسان وقف لجانبنا، ولكن في الوقت المناسب لما يكون فيه مسموح لنا انه نعمل احتفال في هذا الشهر. فرحتنا كبيره بشفاء جميع المصابين، بتمنى لهم الجميع الصحه والسعاده. الأهل الأعزاء، غدة العيد، العيد هو إن شاء الله عموجب كيف اللي بنعرفه حد اثنين ثلاثة. بتمنى للجميع عيد سعيد، ولكن يوم الأربعاء السلطة المحلية ترجع للشغل، والمدارس كمان الأربعاء الجاي إن شاء الله، الأربعاء القادم المدارس، طلاب المدارس لازم ترجع للمدارس، والمدارس والروضات كلها جاهزة لاستقبال الطلاب من ناحية السلطة المحلية. وإحنا كسلطة محلية وكإدارة السلطة المحلية وقسم المعارف بنتوجه للأهالي ورجال الأباء طبعا إنه يبعثوا أولادهم الأربعاء القادم بعد أسبوع للمدارس، وهاي بتكون بعد ما حكينا بعد تعافي جميع المصابين بهذا المرض، مع العمل على تنفيذ تعليمات وزارة الصحة بخصوص المدارس. برجع وبكرر وبقول أهل بلد الأعزاء، أهل بلد الحبيبة، كل عام وأنتم بخير جميعا، أعاد الله عليكم بالخير والسعادة والصحة وأداة الدار، والله يرحم كل الناس اللي توفوا، يعطي الصحة والسعادة وأحياكم الله لكل عام. بتأمل العيد الجاي عيد الأضحى إن شاء الله بتكون ظروف أحسن من هاي الظروف، ونعمل مسير والبلد بتحتفل، كيف لازم تحتفل بالعيد. أحياكم الله جميعا لكل عام، كل رمضان وأنتم بخير، ونتأمل إنه نلتقي برمضان السنة الجاي والجميع بتوالي الصحة والسعادة وتكون المساجد مفتوحة
والفعاليات الدينية والمراسيم الدينية ويوفر كمان شهر رمضان حقه، لأنه انفرض علينا في شهر رمضان هذا وضع المساجد كانت مسكرة وبيوت العبادة ونشاطات الدينية كلياتها تم إلغائها بهذا الشهر هذا رمضان الحالي. بتأمل أخرى مرة إنه رمضان القادم السنة الجاي الكل يكون بظروف كيف تعودنا نستقبل رمضان وكيف نتعامل بشهر رمضان. شكرا لإصغائكم جميعا، شكرا لأصحاب المواقع، شكرا لأبو قاسم، شكرا لعلي، شكرا لرافض، بارك الله فيكم، مشكورين، يعطيكم مليون عافية، وكل عام وأنتم بألف خير، وشكرا.